فلنذهب. سيدنا أتى. هيا بنا. أين هو؟ تعالوا تعالوا، انظر إنه هنا. لقد أتى سيدنا. أتى سيدنا. انظروا، تعالوا من رحمة الله. سيد جاندار أتى. هيا تعالوا. سيد توكتامش، أريد أن تشرف مائدتي مساء. يجب أن نتحدث معا بما سأبيعه لك، ولدي مواضيع أخرى كثيرة على العشاء. كما تريد يا سيدي، سآتي على الموعد. سيدة شولبان، لدينا ضيوف الليلة على العشاء، فقومي بتجهيز المائدة، لا أريد أن ينقص أي شيء. بأمرك يا سيدي. عيبك، هيا ابدأ التحضيرات. أمرك سيدة شولبان. سيدي، ما بها قدمك؟ أبي علم بكل شيء. انتظر، سوف أضمد جرحك. لا أحد منا سيرتاح بعد اليوم في المكان الذي لا يريحني. لا أحد سيرى الراحة أبداً أبداً. في البداية هدئ من روعك، فالتوتر سيوقعك في الخطأ. لا يجب أن تغضب والكل ينظر إليك. كن كالمياه الراكدة، اغضب عندما يحين الوقت. معرفة أبي بالموضوع ستضرني تشولبان، وهو لن يسكت. ومن الذي أخبر والدك بالأمر؟ والدي قد علم من السيد توكتامش، لكن الآن أتى أجله. الليلة سنرافق توكتامش إلى التراب، وسنتخلص منه إلى الأبد. يجب أن نودعه قبل أن يأتي عليار، وإلا سيصبح كل شيء أسوأ. قلت أسوأ؟ يجب أن تجعل سيطرتك في هذه الأرض مطلقة، وأياً كان من يعارضك أو يقف في وجهك يجب أن ينال جزاءه، ليكون عبرة لكل من يخونك، وفي ذاك اليوم حلمك سيتحقق. توكتامش سيجلس على مائدة أبي الليلة لآخر مرة. حسناً سيد توكتامش، تجول بلا حارس وبلا سيف يحميك. لقد جنيت على نفسك. Thank you.
خذوه، لا أريده. يوجد طعام كثير، لا يوجد مكان له على مائدة سيدنا اليوم. الآشور يكفي جانب اللحم. أمرك سيدة تشولبان. سلمت يدك سيدة تشولبان. في كل مرة آتي تقدمين لي طعاماً لذيذاً. إن السادة الذين يحملون الأعباء عن أبي يستحقون الأفضل دائماً سيد توكتاميش. كم سجادة لدينا يا أورال؟ لدينا ما يكفي حاجتنا يا أبي. أهناك سجاد ألوانه رديئة وحياكته سيئة؟ لا سيدي. وماذا عنك يا أسلهان؟ بعضهم لم يعجبني أبي، والنساء سيعملن ليلا لكي يجهزوه. أحسنت يا ابنتي، لا أريد أن أسمع أنك تسلمين بضاعة فيها عيب أبدا. سلمت يداك سيدة تشولبان. بالعافية يا سيد توكتاميش.